طيب قضية أن يفاوض إعلان تجمع القوى الحرية والتغيير باسم المحتجين في 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 الميدان، كيف تنظر إليه؟ المحتجين في الميدان فعلاً؟ المحتجين في الميدان قوى التغيير هي عبارة عن مجموعة بتاعة أحزاب وأعلنت عن نفسها قبل هذا الحراك، وكانت تنوي النزول للانتخابات في العام 2020. وهؤلاء المحتجين الآن أكثر من 70% أو 80% لا ينتموا لأي حزب سياسي، وكذلك هم لا ينتموا حتى لتجمع المهنيين نفسه صاحب المبادرات والجدولة في المظاهرات السابقة. فلكن ربما أرادوا سرقة مجهود هؤلاء الشباب، فهم لا يمثلونهم حق تمثيل، وكنا من ضمن هؤلاء المجموعة الموجودة داخل الميدان، والآن هم داخل الميدان المعتصمين يتململون بصورة مستمرة، لأنهم يعتقدوا أنه ما يجري الآن من مفاوضات ومفاصلات هو عبارة عن سرقة لمجهوداتهم، والآن بدوا في تنظيم نفسهم هم ذاتهم الموجودين داخل الاعتصام، وحيعلنوا عن نفسهم الآن في الغريب العاجل بجسم منفصل عن هذه التيارات السياسية وهذه التجمعات. وحتى لهم نظرة في العديد من الأشخاص الموجودين في هذه الكتل، ويروا أنه وجودهم في أي حكومة يعتبر امتداد لحكومة الإنغاز السابقة. طيب قوى الحرية والتغيير أو قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت اليوم أنها طبعا هي تفاوض، نعم، تجلس إلى المجلس العسكري وتتفاوض معه حول كيفية إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، أو أن تتسلم منه السلطة، أو يعني قضية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. قوى الحرية والتغيير لها وجود فاعل، لها مشاركة فاعلة، هي اجتمعت مع المجلس العسكري الانتقالي، لكن يعني هي اليوم أعلنت أنها جمدت أو علقت التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ورفعت سقف مطالبها حسب أراء الكثيرين. طالبت بيعني استبدال أو إزاحة أسماء بعض الأعضاء المشكلين أو المكونين المجلس العسكري الانتقالي. هي أولا طالبت باستبعاد الفريق جلال الشيخ، طالبت باستبعاد الفريق أول عمر زين العابدين، طالبت باستبعاد الفريق شرطة طيب بابكر، وقالت إنهم يمثلون النظام السابق أو هم امتداد للنظام السابق، بالتالي لا يمكن التفاوض معه. لماذا هذا التغير في موقف إعلان الحرية والتغيير؟ لماذا في الأول قبلت هذه الأسماء وهؤلاء الشخوص ثم عادت لتنتقدهم؟ كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟ طيب القراءة بصورة عامة، هؤلاء الأشخاص يمكن الكثير يعلم توجهاتهم السياسية مسبقا، وكانت معلنة فلم تكن في الخفاء. لا أحد ينكر أن السيد عمر زين العابدين هو أحد كوادر المؤتمر الوطني أو أحد كوادر الحركة الإسلامية، وكذلك السيد جلال الشيخ. فربما رأوا منهم في مواقفهم، في حلقاتهم، في تواصلهم معهم، أن هناك نوع من الخطاب الذي يشبه المرحلة السابقة. فأنا أعتقد أنه المطلب هو كان طبيعي، يمكن يكون في العديد من السياسيين والمحللين في الفترة السابقة أبدوا تخوفهم من وجود عمر زين العابدين على الفريق، عمر زين العابدين على وجه الأخص، باعتبار أنه هو كان معلوم للكافة مسبقا، وإن كان جلال الشيخ الفريق جلال الشيخ في تحفظ حوله، والفريق بابكر لما يكون معلوم لدى الكافة بتوجهاته السياسية. لكن ينبغي أن هذه المرحلة تكون بعيدة عن كل الشبهات لامتداد النظام السابق، ولا بد من أنه تكون فترة واضحة بالنسبة لكل القوى السياسية، بحيث أنه الناس تعلم مع من تتفاوض، مع من تتفاصل. أعتقد أنه الموقف هو موقف يمكن يكون مقبول لحد ما. طيب لا أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأول، يعني هذا هو الاجتماع الأول بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حسب متابعتكم؟ لا، هم اجتمعوا من قبل يمكن ثلاث اجتماعات لحد هذا آخر اجتماع. ربما في هذه الاجتماعات رأوا ما رأوا من الفريق عمر زين العابدين. طيب.